السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تملي تكونوا بخير. يلا بينا نبتدي النهارده. هنعمل ايه؟ هنبتدي نحل مسائل على تشابتر 2، الماجنتيك فلوكس او الماجنتيك فيلد. هنحل النهارده باذن الله على اول درس، وهو الماجنتيك فلوكس لاين او الستريت واير. يلا بينا، عندنا شوية مسائل كويسة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، واول سؤال معانا. اول حاجة يا باشا، بيقول لحضرتك ايه؟ ان ذا اوبوزيت فيجر، مالها الفيجر اللي عندي ديت؟ تو بارل ستريت واير. بسم الله كده نقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك سهلا الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا جئت سهلا. التو بارل واير اللي عند حضرتك دولت بيعدي فيهم الكتريك كارنت، واحد بيعدي فيه كارنت اي زي ما حضرتك شايف، والتاني بيعدي فيه 2 اي. عايز ايه الراجل ده؟ بيقول لحضرتك يا ترى الماجنتيك فلكس دينستي، يا ترى مين الماجنتيك فلكس دينستي يا جماعه؟ اللي هي البي. احنا عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها ماجنتيك فلكس بس، وعندنا حاجه اسمها ماجنتيك فلكس دينستي. لما يبقى فيها الدينستي يبقى يقصد البي، لما يقول لي ماجنتيك فلكس بس من غير كلمه دينستي يبقى قصده الفاي ام. في مشاكل لحد كده؟ طيب بيقول لحضرتك يا ترى انه نقطة فيهم فانيش، خط تحت كلمة فانيش، وفانيش هي الكلمة اللي هي هتأثر معانا في الحل النهاردة. كلمة فانيش يعني نيوترال بوينت. تعالى كده حبيب قلبي نشرح مع بعض، يعني ايه نيوترال بوينت؟ نيوترال بوينت يا مستر يعني نقطة التعادل. نقطة التعادل بتحصل فين يا شباب؟ تقول لي مستر على فكرة نقطة التعادل ديت على حسب، لو انا عندي دلوقتي سلكين اهم، اتنين في الكرنت فيهم معدي في السيم دايركشن، وواحد اوبوزيت دايركشن. فاذا عند حضرتك احنا لما بنحب نجيب توتال هنا ايه اللي بيحصل؟ تقول لي مستر بالراحه، لما الاثنين يبقوا في سيم دايركشن يبقى اللي جوه ماينس واللي بره بلس. نفس الكلام لو عكست بقى يبقى تحجز كمان، يبقى هنا بلس واللي بره ماينس. فالنيوترال بوينت عامه بتبقى في المنطقه الماينس التي هي ما بين السلكين، لو كان نفس التيار الكهربي او نفس الالكتريك كارنت انتنسيتي بتبقى بره السلكين. بس في حاجه، لو كانوا السلكين مثلا مختلفين في الالكتريك كارنت مستر، يعني مثلا هنا ده مثلا زي المساله اللي عندنا الاثنين في السيم واير، يعني هنا ماينس وهنا بلس. النيوترال بوينت تبقى موجوده فين؟ ما اسمعش حد يقول لي في النص، تقول لي ما بين السلكين. في فرق ما بين كلمه في النص وما فرق ما بين كلمه بين السلكين. طب يا مستر ما بين السلكين عندي اكتر من نقطه بتبقى تملي قريبه من الكارنت القليل، شوف مين الكارنت القليل، الاي ولا الاثنين اي؟ الاي يا مستر. يبقى اذا هي قريبه ناحيه كلمه مين؟ النقطه سي. يبقى البوينت سي هي القريبه للكرنت القليل، يبقى دي هي نقطه فانيش او نيوترال بوينت، يبقى الاجابه عند حضرتك سي. طيب بالراحه بقى. انما لو انت عند حضرتك هنا بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر، لو انا عايز الماكسيمم فاليو، طب قبل ما اوصل للماكسيمم فاليو تعال نكمل الشرح اللي احنا كنا بنقوله. كنا بنقول ان النيوترال بوينت تملي بتبقى في المنطقه الماينس، هنا ما بين السلكين منطقه ماينس، بره السلكين منطقه ماينس لو كانوا عكس الدايركشن. طب يا مستر يا ترى بقى النيوترال بوينت تبقى هنا في الحته دي ولا في الحته دي؟ تقول لي على حسب الكرنت، هي كده كده قريبه من الكرنت الايه؟ القليل. يعني لو عند حضرتك دولت هو اوبزيت دايركشن، ماشي يا عم، ماله بقى؟ انا عايز النيوترال بوينت اي و2 اي مثلا تبقى في المنطقه اللي بره الماينس اللي هنا، اللي هي قريبه من الكرنت الايه؟ الضعيف. طب مستر لو الاثنين كان قيمتهم اي، يعني اي واي قد بعض، طبعا في الحاله دي يبقى مستحيل وجود نيوترال بوينت. طب تعالى هنا نكمل. هنا بيقول لحضرتك ايه الماكسيمم فاليو باشا؟ هو مش النيوترال بوينت بتبقى في المنطقه الماينس قريبه من الكرنت الضعيف؟ يبقى العكس بقى، لما اكون عايز الماكسيمم فاليو تبقى موجوده في المنطقه البلس قريبه من الكرنت القوي. يعني المساله اللي عند حضرتك هنا في المنطقه البلس، دي منطقه بلس ودي منطقه بلس، ما هو بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر. طب في فين بقى اللي بيحمل تيار قوي او الكتريك كارنت انتنستي قوي يا جماعه؟ اللي هو الاثنين اي. يبقى اذا عند حضرتك الاجابه تبقى دي. اللي بعد بيقول لحضرتك هنا ان الكتريك كارنت، ماله يا عم الالكتريك كارنت ده؟ ان الكتريك كارنت معدي ثرو لونج ستريت واير بيست بيربنديكولار، ماله؟ perpendicular to the paper plane. طيب the direction of magnetic flux density. طبعا يا جماعه الاكس ده معناه ان ده الاي، يعني واير كارينج كارنت انورد. انورد ده يعني يا شباب؟ يعني اذا عند حضرتك لما اجي استخدم الامبير
right hand rule يبقى شكله عامل ازاي؟ تقول له مستر الاكس اهو. فاذا بالامبير رايت هاند رول احط الثمب بتاعي ناحيه الاكس، فالريست اوف فينجر بايدي اليمين، ها فالريست اوف فينجر عليهم بيلفوا ازاي يا رجاله؟ هتلاقي على طول كده الريست اوف فينجر بيلفوا بالمنظر ده كلوك وايز. في مشاكل؟ طب هو هنا بقى بيسال حضرتك اتجاه الفيلد عند النقطه ايه؟ دي مثلا النقطه ايه اهي؟ جميل. طيب انا عايز اتجاه الفيلد عندها، تقول لي ما هو هنا مستر لو انت كملت السهومه بتاعتك هتيجي عند البوينت دي الاقيه نازل لتحت كده عشان يكمل اللفه بتاعته دي. فاذا لو دي اسمها بوينت A يبقى الدايركشن عند البوينت الـ A هيبقى نازل لتحت. فين الكلام ده عندنا؟ الاختيار نمبر C اللي بعد رجال. هنا بيقول لك an electron ray passing through a straight line carrying electric current. ماشي يا عم، ماله؟ عايز ايه الراجل ده؟ بيقول لحضرتك هنا ده اسمه I electric current، اللي جنبه ده electron beam شعاع من الالكترونات. مبدئيا قبل ما تتكلم وتعرف هو عايز ايه، انا مش بشتغل بالالكتريك بيم او الالكترون بيم، امال ايه يا مستر؟ انا عارف تملي ان اتجاه الالكترونز ده عكس اتجاه الكرنت بتاعي اللي انا بشتغل بيه. فاذا عند حضرتك انا دلوقتي بتكلم عن الكرنت انتنستي اللي الدايركشن بتاعه عكس دايركشن الالكترون، فهو عاطيني واير فيه كرنت انتنستي وعاطيني الكترونز، انا ماليش دعوه بالالكترونز، انا عايز الكرنت انتنستي اللي معديه في الالكترونز تقول لي تعكس الدايركشن بتاعها. مش هنا الالكترونز زي من تحت لفوق تيجي جاي عامل عند حضرتك هنا ايه لاين تاني وتقول يبقى اذا الاي الالكتريك كارنت انتنستي يبقى من فوق لتحت عكسه وتنزل الواير ده زي ما هو. اخواتنا الطلبه بقى اللي بداوا حلوا على طول من غير ما يغيروا الخطوه ديت، طبعا الحل بتاعهم هيبقى مليون في الميه غلط. ليه؟ لان انت لو اشتغلت على الحاله الاولى فالحاله الاولى سلكين زي بعض فيبقى جوه ماينس وبره بلس، فالناتج مختلف تماما، انما الحاله الاصليه جوه بلس وبره ايه؟ ماينس. فاذا عند حضرتك بكل بساطه لازم الاول تغير اتجاه الكارنت. طب يا مستر بالراحه كده، البوينت A والبوينت A B عايز ايه فيهم؟ بيقول لك انه فيهم اللي اكبر. احنا تملي تبقى عارفين لو ديت بوينت A دي بوينت B ان الماجنتيك فلكس لاين بتمشي من الهاي دينستي لللو دينستي، يعني من المنطقه الكثافه فيها عاليه للمنطقه الكثافه فيها قليله. انا شايف دلوقتي الكثافه العاليه تبقى في المنطقه ايه يا رجاله؟ الكثافه العاليه تبقى في المنطقه اللي فيها بلس، لان البي بتبقى اكبر، البي فيها بتبقى اكبر، يبقى اذا المنطقه A اكبر من B، يبقى A greater than B. ده متحقق فين يا شباب؟ في رقم A. يبقى اذا عند حضرتك الاجابه هتبقى A. بيقول لحضرتك magnetic flux density due to current straight wire increase by، بدل بيسالني عن البي في الستريت واير اكتب الرول بتاعي اللي هو ميو اي اوفر 2 باي دي. طبعا زي ما احنا عارفين ال2 والميو على 2 باي دي ثوابت، فالفكره اذا البي دايركت مع الاي اوفر الدي. هو هنا بيقول لك انكريز باي، يبقى دي بتزداد امتى؟ تقول لي يا مستر بالراحه لو الاي زادت يبقى البي هتزيد، طب لو الدي قلت برضو البي هتزيد، يبقى لازم الاختيار بتاعي يكون يا اما في اي زاد او دي قل. ده هنا موجود. بيقول لي الريزيستنس انكريزنج الريزيستنس، لا لما انا ازود الريزيستنس لما تزود الار الاي هيقل طبعا، لا يبقى اذا اول واحده غلط، وبدل ما اول واحده غلط يبقى اقول ذا بريفيوس غلط. تمام. تاني واحده انكريزنج الكرنت انتنسيتي هتزود الاي، اه يا باشا لما بزود الاي البي بتزيد، فاذا الكلام ده مظبوط. تو بيربنديكولار ايزوليتد واير، عندك سلكين محطوطين بيربنديكولار على بعض، واحد فيهم يحمل الكتريك كارنت اي. الرجاله اللي مركزه معايا من اول الحل هتعرف تحل الكلام ده بسهوله. بص اوضحها لك تاني، واحد كارينج الكتريك كارنت اي والتاني 2 اي. طيب اذا اهو الاي اهو وده 2 اي. طيب ماجنتيك فلكس دينستي فانيش برضه يا رجاله، فانيش ده يعني ايه؟ فانيش ده يعني نيوترال بوينت. طب يا مستر قشطه، ده نيوترال بوينت طيب بتبقى فين النيوترال بوينت يا رجاله؟ الناس المرجله تقول لي يا مستر بتبقى في المنطقه الماينس قريبه من السلك اللي كارنج كارنت ماله قليل. طب يا باشا، طب يا مستر يبقى اذا عند حضرتك هنا عايز اعرف فين المنطقه الماينس، تيجي عند واير واير، تعالى عند الواير ده كده، شايف الواير ده؟ اهو الواير ده ماله يا عم؟ الدايركشن بتاعه لتحت صح؟ تيجي ماسك ايدك اليمين وتقول باي امبير رايت هاند رول. في الامبير رايت هاند رول
الثمب بتاعك بيكون ماله؟ الثمب ريفيل للالكتريك كارنت انتنسيتي، فتعمل كده ايدك عليه فهتلاقي الجنب ده هنا اكس والجنب ده دوت. اكس مين دي ودوت مين؟ الدوت دي يا باشا اهي دوت ودوت، اكس ودوت بتوع الواير اي. في مشاكل لحد كده؟ تعالى كده، طب نغير اللون مثلا اهو. تعالى بقى للواير اللي كارنج كارنت ماله 2 امبير، ده ماله يا عم؟ تقول يا مستر بالراحة، واحدة واحدة كده. هنا لو استخدمت الامبير رايت هاند رول يبقى هنا هيبقى فيه اكس والناحية التانية يبقى فيها ايه؟ دوت. طيب ماشي جميل. طيب يا مستر كمل كده يا مستر معايا حل. تقول لي يا مستر مش هو انت عايز ان هو فانيش؟ فانيش فين بقى يا مستر؟ في المنطقة الماينس، المنطقة الماينس اللي فيها فيلدين مختلفين، يا اما البي اهي يا اما الدي. تقول لي قريبة من الكرنت الضعيف، مين الكرنت الضعيف؟ الاي ولا 2 اي؟ الاي طبعا. يبقى اذا البوينت دي هي الايه؟ المنطقة الضعيفة. يبقى اذا البوينت دي هي اللي هتبقى الاجابة بتاعتي. طب مستر لو غير الاجابة وشال كلمة فانيش وحط مكانها كلمة ماكسيمم، يبقى ماكسيمم يبقى في المنطقة البلس قريبة من الكرنت القوي، يبقى اذا يا اما ايه؟ سي يا اما ايه. تمام يا رجالة؟ تعالى بقى هنا شوية. بيقول لك ان ده اوبزيت فيجر، اعطيني تو كارنت اي وبي. ماشي مالهم يا عم؟ بيقول لحضرتك هنا بكل بساطه ار كارنج دي سي كارنت 2 و4 ريسبكتيفلي سو ذا فاليو اوف بي. عايز الماجنتيك فلكس دينستي بتوين ذيم، بجيبها ازاي؟ تقول لي يا مستر بما ان هم دول مع بعض يبقى جوه ماينس وبره بلس. طيب بالراحه، فهنا بيقول لحضرتك بتوين ذيم يبقى عايز البي توتال باي عند اي نقطه بتوين ذيم، يبقى اذن الاجابه هتبقى ايه؟ B1 ماينس B2، مفيش مشاكل فيها. 8 و9 و10 انا حطيتهم مع بعض عشان هم على نفس الرسمه اللي عند حضرتك. بيقول لك ان ذا اوبوزيت او بريفيوس فيجر نيوترال بوينت بتبقى موجوده فين يا جماعه؟ اتفقنا بتبقى قريبه من الكرنت الضعيف، مين الكرنت الضعيف يا جماعه؟ اللي هو 2. يبقى اذا ما بين السلكين، يبقى اذا في المنطقه الماينس اللي هي بتوين السلكين قريبه من الكرنت الضعيف اللي هو ناحيه B، يبقى اذا عند حضرتك بتوين السلكين قريبة من الكرنت الضعيف. ماشي طيب كمل كده. 9 بيقول لك ذا بريفيس فيجر ذا توتال ماجنتيك فلكس دينستي دايركشن ات ميد بوينت. في الميد بوينت ايه اللي بيحصل؟ تقول لي بالراحة بقى الميد بوينت اللي هي ديت مثلا يا ترى في ايه؟ تيجي تقول لي هنا مستر تعالى بقى بالراحة. السلك الاولاني ده لو استخدمت الامبير رايت هاند رول الصمب بتاعي ريفير تو دايركشن اوف كرنت والريست اوف فينجر دايركشن ايه؟ الفيلد. فهلاقي هنا داخل صح وهنا طالع دوت. طب وهنا العكس الاقي هنا داخل وهنا طالع. يا ترى في الميد بوينت فيها دوت ولا فيها اكس؟ تقول لي اللي عنده كارنت اكبر يبقى عنده بي اكبر يبقى هو المسيطر. مين اللي عنده كارنت اكبر؟ الواير اي. طيب جميل، يبقى اذا عند حضرتك هو الايه؟ المسيطر. يبقى اذا عند الميد بوينت الاكسات هي اكتر. اكسات يعني ايه؟ يعني انسايد البيج. يبقى اذا عند حضرتك هنا الإجابة إكسات يعني هتبقى inside البيج، الإجابة رقم A. طب 10 بيقول لك in the previous figure الواير A is affected by. الواير A اللي هو ده يا جماعة affected by يعني بيتأثر بيه، بيتأثر بيه يعني حاجة خارجية. هو أنت عند حضرتك الواير A محطوط جنب واير مين؟ واير B. فلما يقول لحضرتك الواير A affected by يعني قصده يقول لحضرتك هو الواير A ده بيتأثر بواير مين؟ مين اللي بيأثر عليه؟ فترد تقول له مستر بيأثر عليه الواير بي. طب ما الواير بي ده بيعمل فيلد اكس وبيعمل فيلد دوت، مين بقى اللي بيأثر على ايه؟ ناحيه مين؟ ناحيه الاكس ولا ناحيه الدوت؟ تقول لي الاي ناحيتها من من الواير بي الدوت، يعني الدوت اهي موجوده في المنطقه اللي موجود فيها مين؟ الاي. يبقى اذا عند حضرتك الواير ايه؟ افكتد باي واير ماله؟ اللي هو ده الدوت. الدوت ده معناه ان هو اوت تو ذا بيج. او دو زبيج هي فين؟ اهي. في مشاكل لحد كده رجاله؟
واحده واحده، في حاجه ما فهمتهاش تعيد الفيديو تاني بالراحه بالتدريج، ولو ما فهمتش خالص ابعت لنا مسج نشرح لك. سؤال نمبر 11 بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر، بيقول لك انا عايز التوتال ماجنتيك فلكس دينستي ات بوينت اي، يعني النقطه دي يا رجاله ايه اللي بيحصل فيها؟ تقول لي يا مستر انا ما اقدرش اجيب فيها. هو عامه تملي اي بي توتال هتبقى حاجه من ثلاثه، ايه هي؟ يا اما بي 1 بلس البي 2 لو كانوا في الدس سلكين مع بعض، يا اما البي 2 تساوي يساوي بي 1 ماينس البي 2 لو كانوا عكس بعض، يا اما البي توتال دي هتساوي روت البي 1 سكوير بلس البي 2 سكوير لو كانوا بيربنديكولار تو اتش اذر، الفيلدين يعني الماجنتيك فيلد اللي عامله الواير الاولاني والواير ده. فتعال نشوفه كده يا رجاله، الواير ده عامل هنا بالامبير رايت هاند رول، ده هنا اكس وهنا دوت. جميل، هنا بقى هتقول لي يا مستر دواير بالمنظر ده. طيب عند البوينت ايه ففي فيلد دوت يعني خارج لبره صح، وفي فيلد بالامبير رايت هاند رول نازل لتحت كده، فيلد خارج لبره ونازل لتحت. تملي كده لما تلاقي في فيلد اكس او دوت وفي فيلد دواير فافهم ان هما بيربنديكولار على بعض. اسمع تاني كده الكلمه دي، لو في فيلد دوت او اكس ده او ده يعني وفي جنبهم فيلد دوائر، يبقى اذا عند حضرتك يبقى الفيلد ده نازل لتحت والفيلد ده المفروض طالع بره الصفحه. طالع بره الصفحه يعني لما تحط القلم كده بيربنديكولار على الصفحه، القلم بتاعك حطه كده بيربنديكولار على البيج او الكراسه بتاعتك، هتلاقي القلم طالع لبره صح. فالقلم طالع لبره وفي خط نازل لتحت اللي هو بتاع الفيلد التاني، فده يعتبر بيربنديكولار تو اتش اذر. فلما يبقى بيربنديكولار يا شباب، فيلد نازل لتحت وفيلد خارج لبره، فبنستخدم انه رول رجاله البي توتال سكوير روت بي 1 سكوير تحت البي 2 سكوير. طب تعالى كده نشوف هيبقى الناتج عامل ازاي. يبقى اذا يا مستر يبقى ايه ما تنفعش وبي ما تنفعش، او هنشوفه. تعالى البي توتال دي سكوير روت البي 1 سكوير، باشا هما مش نفس الاي؟ اه يا مستر نفس الاي ونفس الدي، يعني دي تبعد مسافه دي ودي تبعد مسافه دي، ما دام نفس الاي ونفس الدي يبقى اذا نفس البي. مش انت البي عارف انها بتساوي ميو اي على 2 باي دي، واحنا لسه قايلين ان الميو على 2 باي دول ثوابت، يبقى الاي والدي لو واحد يبقى اذا البي واحده، يبقى اذا البي 1 دي عباره عن بي سكوير بلس، والبي 2 ديت هي نفسها بي سكوير، يبقى كل ده تحت الروت 2 بي سكوير. شيل الروت كده حبيبي، هتقول لي يا مستر السكوير يضيع الروت من عليه، فيبقى اذا الاجابه روت 2 بي. طب في دي موجوده فين هنا؟ روت 2 بي، يبقى اذا عند حضرتك الاجابه رقم سي، هي هياها بي روت 2 لان التايمز مش تفرق في التبديل. تمام يا رجاله؟ تمام. بيقول لي يا ترى الويبر بير متر سكوير دي يونت مين؟ تملي لما ببقى عايز يونت كده الا الاكسبشن، يعني دي طريقه عاديه يعني الا في اكسبشن كده، برجعها لباباها. يعني انت عند حضرتك بيقول لي ويبر بير متر سكوير، الويبر بابا مين؟ هتقول لي بابا الفاي ام، والميتر بابا مين؟ الاريا بس، متر سكوير ديت الاريا. طب يبقى ده يديني مين؟ يديني البي. ليه يا مستر؟ لان انا عارف ان الفاي ام ايكوال بي اي، ساين او كوزاين مش هتفرق، فطالما هو حاطط لي الاي تحت بالديفايد يبقى اذا الاجابه بي. البي ديت اللي هي مين؟ ماجنتيك فلكس دينستي اللي هي عندنا هنا نمبر بي. اللي بعد طيب يا رجاله، سريعا كده تاني بكل بساطه، احنا اتفقنا ايه؟ احنا قلنا ان انت عند حضرتك ديت اي وديت 4 اي، تمام؟ يبقى اذا عند حضرتك دي كلها تبعد مسافه 15. النيوترال بوينت هو بيقول لك يا ترى النيوترال بوينت هتبقى فين؟ تقول لي هنا ماينس وهنا بلس، تمام؟ طيب يبقى اذا عند حضرتك بكل بساطه